والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فاللقاء ديالنا الأسبوعي إلا لظروف معينة اللي كانت تغيب على هذا اليوم هذا، ولكن اللقاء ديالنا كيكون دائما أسبوعي في حدود 5-5:30 كنشرعوا في هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه الطيبة، واللي خصنا هذا اليوم لما يسمى الموضوع ديال سؤال جواب، باش كنحاولوا نكونوا قراب من الناس، واللي عنده شي سؤال كيحاول انه يطرحه، وكيطرحه كما كيقولوا بصوت عالي، باش كتكون هناك اجابه عاليه بصوت عالي كذلك، وكتكون الافاده والاستفاده جماعيه. اذا كما العاده اليوم كيبان لنا عاوتاني بان العدد ديال النساء اكثر، غنعطيو ثلاثه ديال النساء ورجل، ثلاثه ديال الاسئله للنساء وسؤال لرجل. وهاد ثلاثة واحد جوج ثلاثة، الراجل ما بغى حتى شي واحد، الا ما بغى حتى شي واحد ها انت سولتي ديك المره، نخليو الفرصه للاخ شنو سميه طه الاخ طه. اذا السؤال الاول تباني ولا بلاش؟ اجي تباني، مرحبا. اذا كما كنقولوها الاسئله ماشي ضروري ان الانسان اللي باغي يسول الا كان عنده احراج في انه يبان في الصوره، كيقول لك اودي كنعتذر وكنعطيوه يسول في المكان ديالو، واللي باغي انه يبان ويفرق المعلومه ديالو على الامه ديال سيدنا محمد كيجي ويطرح السؤال ديالو. الاخت الكريمه ها السؤال. السلام عليكم. طرحي هاكي وطرحي السؤال. نعم السلام عليكم دكتور، الله يجزيك بخير، شكرا بزاف على هذه اللقاءات اللي كدير لنا، الله يجزيك بخير. بالنسبه للسؤال، واحد السيده حامله وعندها داء القطط، فهي كتسول على شنو غتاخذ يعني، وشنو النظام الغذائي اللي غتمشي عليه، وشنو غادي دير؟ داء القطط هذاك غالبا كنقولوا للنساء، وخاصه اللي كيكونوا مازال ما ولدوش، من الاحسن ما كاينش هناك تربيه ديال القطط، من منوع منعا كليا على النساء انهم يربيوا القطط، وخاصه انهم هاد القطط لما ما كيكونش عندهم واحد الهيجيان اللي هو صارم، كيكون فيهم واحد النوع من البارازيت اللي لما كيدخل الجسم ديال الانسان ممكن يكون سبب ديال انها المرأة تقدر ما تولدش، ممكن يكون عندها سبب ديال انها ما تولدش. فلهذا تجنبا الاشكاليات بحال هذا الشكل هذا، من الاحسن ديك التربيه ديال القط اللي غتجيب لي انا مشكل نتفاداها، او لا الا كنت كما كيقولوا فان القطط يكون ليجيان صارم بالمراقبه مع الفيترينير، يشوف الحاله اللي سميتو الصحيه ديالها، لابو ديالها واش نقيه، داك الشعر ديالها واش نقي. لما يقول لك اودي بانها نقيه 100% انا داك ممكن ان الانسان يزعم على التربيه ديال القط. ولكن واش هذا الشيء كنديروه؟ كتلقى في تقريبا في واحد الاحصاء اللي قمنا به، لقينا بان 99.5% ديال الناس ما عندهمش هذه التربيه ديال انهم يديروا مواكبه ديال المراقبه العلاجيه والمراقبه ديال الليجيان ديال القطط ديالهم، وبالتالي راه البنت كتعرض راسها لهذا النوع من المشاكل اللي تقدر تكون التاثير ديالها خايب بزاف على المستقبل ديالها. كيف شنو هو ذاك الكوبل المسكين اللي كان بامكانها تولد وكانت هي السبب ذاك التصرف ديالها ما غاديش تولد. فلهذا سيبوزو احنا طحنا دابا في هذا الشيء اللي عطى الله، راني دابا في حاله ديال انني مصابه بهذا المشكل هذا. ما بين الاشياء اللي كنحاولوا اننا نعملوها كنقولوا للذات ديالنا الله يخليك، قومي بواحد المجهود وحاولي انت تخلصي من هذا النوع ديال يعني النوع ديال لي بارازيت اللي كاينين فيك، حاولي تخلصي. رحنا عرفناك بانك قاده، وعرفناك بانك عندك مؤهلات ومقومات باش انك تجري على اي كور اترونجي. الدليل في الوقت اللي كيكون انسان كيدير ان اكسيدون وكيدخل ليه الزاج في الدات ديالو، كيدخل ليه في الدات ديالو كيتغطى، واحد النهار كتلقى بان داك الزاج بدا كيترمى، داك الزاج بدا كيترمى. علاش؟ لان كنعرفوا بان لو كور ديالنا ناتورالمون كيحاول يتخلص مما هو غريب. فشكون اللي كيخليه يكون كيقوم بهذه العمليه كما كيقولوا باريحيه؟ مواد البناء.
مواد البناء، خاص الجسم ديالنا يتعاود يتبنى. فالكبده هي اللي كيكون فيها هاد المصيبه هذه وهاد المشكله هذه، خصنا الكبده تجدد. وشحال خص هذا الوقت باش تجدد؟ 4 شهور. دونك شنو خصني نعطي الكبده ديالي باش انها تجدد؟ غالبا في الوجبات الغذائيه ديال هاد السيده تكون الباربه، تكون لو شاردون ماري. شنو هو داك لو شاردون ماري؟ هو داك القوق اللي البلدي، القوق البلدي اللي عنده داك النواره موف اللي كنصاوبوا بها داك نصاوبوا الرايب. هذيك كنعطيوها لها والخرقوم البلدي واللفت، هادو كلهم يكونوا دائما في الوجبات الغذائيه ديالها. بالنسبه للمكملات الغذائيه كنعطيوها الثلاثي زائد الكورديسابس. بالنسبه للفواكه والخضروات غالبا ما كنعطيوها المطيشه والخيار والبصله والثومه. مطيشه والخيار والبصله والثومه، كنزيدوا عليهم لورتي وكنزيدوا عليهم لابخيل، هادو كلهم زائد زيت الزيتون او لا زيت الكوكو او لا لافوكا. اولا مره ندير لافوكا مع زيت الكوكو. ومن حال الفواكه الجافه كنعطيوها لينوا يعني القرقع مع اللوز. هادو كلهم يكونوا في الوجبات الغذائيه اليوميه ديالها، وباذن الله الكبد كيتجدد وكيبدا يرمي ما هو قديم. وبما انه كيرمي ما هو قديم كيرمي كاع دوك سميتو دوك الخلايا اللي كتكون. والا خديت البروبوليس اول نوع ديال المواد الغذائيه اللي كتمشي الى غايه هذه الانواع ديال الاجسام الغريبه وكيتم القضاء عليها. البروبوليس كناخذ حتى 2-3 غرام بار جور وكنبقى غادي معاه يوميا يوميا حتى كنرمي دوك المواد اللي كاينه. اسمحوا لي الا كانت حامله ممنوع تاخذ الفطر الريشي، ممنوع عليها تاخذ الفطر الريشي. لان هذه نصيحه للاخوات دابا اللي حاضرين معنا، الفطر الريشي يسبب الاجهاض عند النساء الحوامل. اذا المراه في الوقيته ديال الحمل ممنوع عليها منعا كليا تاخذ الفطر الريشي، والا ممكن ان ماشي 100% ولكن كاين هناك ريسك. دونك شكون اللي ضمن لي بانني نقدر انا نكون من هذوك الناس اللي كيريزيستيو؟ نقدر نكون انا من ذوك الناس اللي ما كيريزيستيوش ونرمي ذاك الجنين اللي كاين عندي في البطن ديالي. اذا تمشي بهذا البروتوكول هذا وباذن الله يكون خير. شكرا.